محمد وحياه ولادي، ضباط جيش محترمين بعتولي احنا معاك، وضباط داخليه بعتولي احنا معاك. في ناس عايزه تتحرر. الجيم ما بيننا وما بينه كبيره عشان الشوايه اللي هم ملفوفين حواليه. حتى تقريبا والله اعلم تحليلي وتحليلكم اللي انا سمعته ان كمان الناس الحرس اللي معاه مش طايقينه. ما هو اكيد طبعا، ما هم زينا عندهم عقل. ده راجل يبقى رئيس دوله، ده راجل يدير، ده راجل متخلف عقليا يا جماعه والله، ده راجل اهبل هيودينا في داهيه. البلد بلدنا، اللي يدير الشعب واللي يمسك ناس كتير تدير مصر، مش ممكن نمشي تحت عقليه واحد متخلف زي ده. المهم مش عايز اطول عشان ابدا احكي لكم ازاي نعمل بلان قصاده، هقعد افكر فيه بحيث ان هو ما يعرفش يواجهنا. احنا الاغلبيه معانا، وانا سامع ان الهاشتاج بتاعنا الله اكبر مكسر الدنيا. مساء الفل عليكم. مش عارف اقول لك ايه، بس عايز اقول لك حاجه من نفسي بجد. انت راجل اهطل، طلع تعترف كل الاعترافات دي وكمان بتقول وهبني وهبني. يا راجل ده عندنا ناس بتاكل من الزباله يا متخلف، ما شفتهمش يا اهبل؟ امال اعمل لي بس بدات من الصفر و10 سنين ميه وعامل لي فيها ايرون مان. يلا مش مشكله.